يا جدع تلاقي حد بيعكس ولا حاجه. انت تستهبل؟ ده مين ده اللي هيعكسني؟ يا ده انت مستقل بنفسك كده ليه؟ ده انت موز الموزز وتاكل اكل. اللي بعت الرساله دي عارف احنا عملنا ايه بالظبط، ومش بعيد يكون صلاح الطوخي هو اللي بعت الرساله دي. يا رفاعي يا حبيبي بطل هبل. صلاح الطوخي لو عارف حاجه مش هيعمل شغل النسوان ده. وبعدين قلت لك قبل كده، هو لو عارف حاجه كان زمانك مشرف في الحجز من اول امبارح. مش لوحدي يا زناتي، فوق لنفسك واوزن كلامك. يا جدع انت مالك بقيت قفاش كده ليه؟ مش قافش، انا بس بفهمك. انا مش هشيل شيلتك واسيبك تبعزق في فلوس لطفي ابو المجد. الفلوس اللي بتتكلم عليها رفاعي، ما انا بقسم الفلوس معاك اول باول يا جدع. ما يخصنيش الكلام ده، زي ما غرستني في المصيبه دي لازم تخرجني منها، لإما وعزة جلال الله هتربقها فوق دماغ الكل. وآخرتي إيه يعني؟ شاهد زور. إنما الدم اللي في الليلة دي يخصك أنت وابن لطفي أبو المجد. طب إهدى كده وخليني ألف لك سيجارة تهديك بدل ما تقعد تهرفط بكلام أنت مش قده. أنا ما بهرفطش يا زناتي. ياد ما تبقاش عبيط أمال، أنت مش بتقول الرسالة مبعوتة لك من غير رقم، هنعرف اللي بعتها منين؟ ماليش فيه. تشوف لك حل في المصيبة اللي جرجرتني فيها دي. وإما وعزة جلال الله هتزعل انت واللي وراك. طب افرض يا بيه خدوا الرقم ومشوا وراه زي ما سعادتك عملت قبل كده، ما هو ساعتها هيعرفوا مكاننا وهنروح في داهيه. ما تخافش يا ابراهيم، الشريحه اللي فريده جايباها مش بيظهر لها رقم. بعدين زلاتي واللي معاه مش واصلين قوي جوه شركات التليفون. احنا ربنا كرمنا فريده، لولا ما كناش عرفنا نعمل حاجه. الله الله يكرمها ست فريده، دي بنت حلال. كرمتنا اخر كرم والله، كنا عايشين في نغناها وعز عندها. ده الحيطان عندها نكسر بيك بدل الزريبه اللي احنا اترمينا فيها دي. بس برضه يا بيه انا مش فاهم، يعني الرساله دي هتعمل ايه؟ لا هتعمل كتير يا ابراهيم. الناس دي طول ما هم مع بعض ايد واحده مش هنعرف نعمل معاهم حاجه، لازم يتفرقوا. ورفعنا عارفه كويس، لو خاف يبقى احنا قطعنا نص المشوار. ايوه بيه، بس هم مش هيسيبوه، يعني هيفضلوا وراه برضه، مش هيسيبوه يردوا بقرشين يعملوا معاه اي حاجه. وانا كمان مش هسيبه. انا كل شويه اقعد ابعت له رساله انقح من اللي قبليها لحد ما يفرفر ويجيب اخره، وساعتها اعرف اضربه يمت. الله ينور عليك. مش مباحث وبس، ده انت مباحث وعصابة كمان. يعني انت متأكدة يا فريدة انه دلوقتي في مكان امين؟ والله يا طنط ما تقلقي، انا حودة طمني وقال لي ان هم في مكان ما يخطرش في بال اي حد. يا حبيبي يا ابني، واخرتها بقى في البهدلة والشحطات اللي هو فيها دي. بهدلة وشحطات ايه بس؟ ما انتي عارفه سليم ابنك كويس قوي، جامد وقدها وقدود. جامد من بره بس من جواه اغلب من الغلب. انتي ما تعرفيهوش يا فريده زيي، حته من قلبي. كانت فين الحنيه دي من زمان يا ماما؟ انتي كنتي بتديله كل محاضره والتانيه. كنت خايفه عليه، خايفه عليه من قسوه الدنيا، لكن هو مكتوب عليه قسوه الدنيا. معاكي حق، يا ريتني كنت طبطبت عليه وخدته في حضني زي الأمهات ما بتعمل. كان على الأقل استحمل قسوة الدنيا دلوقتي. إيه الكلام اللي أنتي بتقولي ده بس يا طنط؟ أنتي حد فيكي حنية تكفي الدنيا وما فيها، وأنا واثقة ومتأكدة إن سليم أول واحد عارف كده. أه والله يا ماما، ده أنا حتى طول عمري بغير عليه من الحضن اللي أنتي بتحضنيه. انت عليكي حته حضن يا ماما. ايه، نجيب قهوه تاني ولا ايه؟ عاوز سعادتك تعمل يا فندم. على الاقل بيقولوا ان القهوه فيها فيتامينات ومغذيه اهون بكتير من السجاير اللي هتجيب لنا الجلطه دي. اه يا فندم، ما ممكن يجيب لنا جلطه برضو من قله النوم. سعادتك هنا من 7 الصبح والساعه داخله على 1:30. ايه خايف على صحتي يا اخويا؟ طبعا سعادتك، وانا عندي اغلى من صحه سعادتك. لا اطمن خالص، الحمد لله انا صحتي زي البوم. ولا تحب اقوم اثبت لك واكشم؟ لا 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 فندم. طيب احسن. ايوه كده اتظبط. ها عندك جديد؟ قرينا المحضر 4 مرات يا فندم. وخمسه. مفيش حاجه جديده يا فندم، كله كلام منطقي. تعرف يا وليد ايه الغلطة الكبيرة اللي احنا عملناها؟ اننا ما جربناش نمشي ورا كلام سليم الانصاري، مع اني كنت متأكد انه كلام تافه وملوش اي قيمة ومفيش عليه اي دليل. ماشي يا فندم، حضرتك بتقول اهو كلام تافه وملوش اي قيمة،
امشي وراه ليه وانا عندي كلام منطقي ومترتب؟ لو في حاجه انت واضح انك مش فاهمها، اي كلام في اي قضيه مهما كان تافه وملوش قيمه ممكن يوصلك لحقيقه مش ممكن توصل لها في العادي. لا معلش يا فندم، ده ما كانش راي سعادتك في الاول. الاول كنت بتقول القضيه محلوله وما فيهاش اي مجال للتفكير. غيرت رايي يا سيدي، عندك مانع؟ لا يا فندم ما عنديش مانع ولا حاجه، بس يعني ما فيش حاجه جد تغير تفكير سعادتك الا بقى لو في حاجه جديده انا ما اعرفهاش. ايوه في، ارتحت؟ وما تسالنيش عشان مش هقول لك، لانه من المصادر السريه والاول مره احس، ولو انه احتمال ضعيف قوي، سليم الانصاري ممكن يبقى مظلوم. احتمال وضعيف. ايوه، وهجرب امشي ورا الاحتمال الضعيف ده. هتمشي ورا ازاي يا فندم؟ نحط عينينا على اللي هو اتهمهم، لطفي ابو المجد وحماد وابن لطفي ونشأت ورفاعي وزناتي. لا، رفاعي شاهد في القضيه، لكن زناتي ملوش دعوه بالقضيه، ده حتى سليم ما جابش سيرته في التحقيق. بكره هتعرف. على فكرة بقى، زناتي ورفاعي هما الخيط اللي ممكن يوصلنا للحقيقة، عشان كده عايزك تعمل لي تقرير وافي عنهم هما الاتنين وتحطولي على المكتب في أقرب وقت ممكن. تمام سعد، حاضر. نشرب قهوة تاني؟ نضرب يا باشا. زناتي يا اخويا اللي مقعدك كده، انت ما نمتش لغايه دلوقتي ولا ايه؟ لا ما نمتش. نام انت صفاء. نام ازاي بس يا اخويا؟ واسيبك وانت قاعد كده في ايه يا اخويا؟ اللي مشايلك الهم كده؟ مش انا اللي شايله صفاء، الهم هو اللي راكبني مش عايز ينزل، عامل زي القتف فوق ظهري ملازمني منين ما اروح. ليه بس كده يا اخويا؟ هو انت مش لسه قايل لي من كام يوم انها الحمد لله فرجت وانها هتفتح لنا من واسعه؟ كنت فاكر كده يا صفاء، كنت فاكر الدنيا بعتت لي موضوع لطفي ابو المجد وابنه ده عشان تصالحني على اللي عملته فيا طول عمري، بس الظاهر اني طلعت عبيط. عارفه يا صفاء، الدنيا دي ليها ناس وناس، وانا الظاهر كده مكتوب لي الدنيا تفضل مدياني ظهرها طول عمري، وحتى اليوم اللي تديني فيه وشها تبقى خبيه لي خنجر وضرها. صلي على النبي كده يا اخويا، هو بس في ايه حصل لده كله؟ عارفه صفاء، زمان لما كان جوز امي يضربني كنت قاعد اصرخ واقول له حرام عليك هموت، كان يقول لي موت، يقول لي موت يا اخي وريحنا، ريحنا من نحسك، انت اللي فقر البيت. هو انا نحس صح يا صفاء؟ ما تكونش فقر وانا مش دريان. فقر يا اخويا؟ ده انت سيد الناس كلها، وانا شفتها انا غير معاك. انا ايه بس يا صفاء؟ تضحك على نفسك ولا تضحك عليا؟ انا ايه اللي هتشوفيه مع راجل محروم الخلفه؟ اسكت يا صفاء. خلفتي يا اخويا وعيالي اللي بتتكلم عنهم دول؟ وانا عندي في الدنيا دي كلها غيرك يا زناتي. وبعدين يعني هو انا هجيب عيال منك منين؟ ما انت عيل اهو. ولو جبت عيال هجيب لهم صحه منين؟ ما انت مشايلني الهم. اصل يا صفاء، عارفه يا بنت، انا الدنيا ما جبرتش بخاطري في حاجه غيرك انت، وانا ماليش حد في الدنيا دي كلها غيرك انت حبيبي. مش هتقولي بقى شايل الهم ليه؟ عشان الدنيا اللي عايزاني افرح، ولا سايبني افرح بالحاجه اللي خدتها بدراعي. بس وعز جلالة الله ما هسكت، وهاخد فرحتي غصب عني عن الدنيا، ولو هطير فيها رقاب. حضرة الأمير، حضرتك نسيت التليفون. فوريا هو انت هتفضل تبعت له رسائل كده وخلاص يا بيه؟ طالما جاي معاك ما تقول له بقى على اللي عندك عشان نخلص. ما ينفعش يا ابراهيم،
انا افضل اكسر في اعصابه حته حته عشان لما اعرض عليه الحل يمسك فيه بايده واسنانه. طب هو ايه اللي يخليه ما يوافقش على الحل؟ الطمع والجشع. بعد احنا برضو مش عارفين ناحيه تانيه زلاتي ممكن يكون بيعمل معاه ايه. انت عارف يا ابراهيم المباحث لما بتحب تخلي حد يعترف بتعمل فيه ايه؟ عارف يا بيه، عارف يا دي حاجه مستخبيه بيعلقوه وينفخوه ويفضلوا يضربوا فيه لحد ما يعترف باللي عمله واللي ما عملوش. لا نصعد الغشيم اللي بيعمل كده. احنا بقى بنجيبه ونحطه في اوضه لوحده ونشغل جنبه ودنه حنفيه تقعد تنقط في ميه لحد ما يتجنن. انا بقى هفضل نقط في دماغه رسائل لحد ما يروح خالص. فاهمني؟ هو ما بقاش قدامه غير تلقيح الكلام وشغل النسوان. بذمتك ده راجل يخوف نمله احمر. انا ابقى احمر صحيح لو مشيت وراك تاني يا زناتي. وبعدين هي الرساله دي فيها ايه جديد يعني؟ انا مش تايه عنك. انت ساعه الجد هتبيعني وتبيع ابوك كمان. خلصانه بقله اصل. بس يكون في معلومك يا صاحبي بقى. البيع رايح جاي. يا روح ما بعدك روح. خلصانه عليا وعلى اعدائي. يا جدع بطل الفطه في الكلام بقى وكلام فارغ بقى. ابيعك ازاي يا جحش انت؟ وحد يعرف اللي حصل ولا شافه غيرك؟ اللي روحك. انا بقول لك انت يا بهيق. يا ده انت اخويا ورا لي حد في الدنيا غيرك يا اهبل. ازاي انا مش هروح في داهيه لوحدي؟ محدش هيروح في داهيه غير سليم الانصاري. هو كمان هربان اليومين دول عمال يتنططنا زي الفروع لوس كل شويه. مره يروح لحماده تايسون الله يرحمه. مره يطلع لك في المحمول. بس هو راح من شرف امه اللي دفعه ثمن ده كله غالي. انا قلت لك طالما بعيد عننا خلاص هسيبه في حاله. لكن هيشتغل لنا في الازرق ده انا اللي بدعته. وهو الجار على روحه بقى. كم حسست انك وزير الداخليه بروح امك؟ طالما جبت سيره امي يبقى صفيت يا حمار. يا ده انا اقدر اعمل اللي ما يعملوش وزير الداخليه ذات نفسه. ده انا زناتي يا ولا نسيت؟ هتعمل له ايه يعني؟ مالكش فيه بقى. انت كل اللي يخصك في الموضوع ان سليم الانصاري يلبس الاساور خلال اسبوع. غير كده مالكش فيه يابا. انت بس كل اللي عليك انك كل ما يبعت لك رساله من دول على المحمول تبلغني اول باول. امين يابا؟ امين يابا بخدودك دي؟ اهو تمنح. لخص يا زناتي عايز تقول ايه من غير هري كتير؟ انجز. لمؤاخذه سعاده الباشا سعادتك عارف ان انا ابن المنطقه وبعرف دبه النمله حتى قبل ما تحصل. وليا في كل خراب عفريت. وانت جاي هزز لي طولك في المكتب ومعطلني عشان تقول انك جامد؟ عرفنا يا سيدي انك جامد. العفو يا باشا مصر. انا بس عايز اقول لسعادتك على حاجه. قول يا ابني انجز. لا مؤاخذه يا باشا المنطقه بتفرط مننا. ولو سيبنا الامور تمشي على كده السيطره اللي بنيناها في السنين اللي فاتت هتروح مننا. لا اظبط كلامك بقى واقعد كده احكي لي ايه الموضوع. ارتاح يا باشا مصر. مؤاخذة باشا يعني العيال الشمر اللي في المنطقة بيطرطشوا بكلام كده ما يصحش تسكت عليه. كلام ايه ده؟ يعني مؤاخذة يعني بيقولوا لا مؤاخذة ده كلامهم مش كلام يا باشا. ولو سليم الأنصاري موت العيال الصغير في القسم محدش قدر يهوب ناحيته. ودخل المنطقة وهو هربان وقتل حمادة تايسون وخرج سخ سريع. يعني لا مؤاخذة كده يا باشا يعني بالمفتشر كده يعني لا مؤاخذة ده كلامهم والله مش كلام يا باشا. يعني بيقولوا الاسم ما جابش ذكر غير سليم الأنصاري بيعمل اللي هو عايزه وهو هربان وهو جوه الخدمة. انت جاي دلوقتي تسمعني كلمتين سمعتهم في قعده حشيش ولا هرتل بيهم واد من برشم في الشارع؟ هما كلمتين يا باشا بس لازم لهم رد. سليم باشا مرمى كرامتنا في الارض يا باشا. انت عايزنا نعمل ايه؟ اذا كانت الداخليه بجلاله قدرها لف عليه شمالي ويمين مش عارفه تجيبه، انا اللي هجيبه؟ نرفع تقرير يا باشا باللي بيحصل ده ونقول لهم ان الامور لو فضلت ماشيه على كده مش هنعرف نرفع عيننا في عينين اي عيل من الشمال اللي في الشارع يا باشا. انت فاكر يعني الداخليه ما عندهاش علم بالكلام ده؟ عندها علم يا باشا. بس احنا برضه لازم نفكرها. البني ادم نساه. واحنا من ناحيتنا لازم يكون لنا رد على الارض يا باشا. رد؟ يا باشا رد. نمره. ونمره كبيره كمان. نرجع بيها هيبتنا وتبقى سيرتنا على كل لسان يا باشا. شكلها ايه النمره دي بقى يا زميلي؟ اما بص سعادتك يا باشا يعني عندي فكره صغيره كده. لو عملناها هتبقى جون. وجون كبير كمان وفي المقص. بتنجز يا ابني تقول فيه ايه؟ في قعدة هتحصل في المنطقة هنا يا باشا تجار سلاح. تجار من المنطقة ومن الضرب الأحمر ومن نزلة السمان ومن الصعيد. بيرتبوا البيعة كبيرة أوي. القعدة دي تحصل يوم الجمعة بالليل. في بيت حسان أبو سنة. أنت شارب حاجة زناتي؟ عايزنا كده نخش بيت حسان أبو سنة كده عادي؟ ما أنتش عارف إيه اللي حوالين بيت حسان أبو سنة؟ دي هتبقى حرب يا ابني ما هياش أي طلعة. عارف سعادتك. عشان كده بقول لسعادتك إن هي محتاجة ترتيب وشغل عالي. بس النمرة زيادة يا باشا هترجع علينا هيبتنا زي زمان.
وهتخلي كل واحد يحط لسانه في بقه وكل قرد يلزم شجرته. بعدين لما مؤاخذه يا باشا نمر زي دي تفرق مع سعادتك كتير. انت مش بعيد بكره الصبح نقول لسعادتك يا سياده العقيد. اسمع من بقك ربنا يا زناتي. قول امين يا باشا. امين يا اخويا. باشا مصر. حلوه ومتدلعه وفي مشيتها شخلاعه. يا صغنن على الشيل والشقه. ما تجيب اشيل عنك بقى. كتر خيرك يا زلطه. اسلوبت لك يا اخويا الاول. عديني. يا بت انا عايز اشيل عنك اسمعي مني. بدل الشيل والحط اللي هد نفسك ده يا بت. بت لما تبتك يا اخويا. المساعد ربنا. وماله؟ مش يمكن ربنا بعتني ليكي عشان اشيل عنك. ولو خايفه من الجميله يعني ابي رديالي اول ما وصلك البيت ابي اعملي لي شويه شاي وكيك. حكيم انا عايز الكيك زي عينيا. يوصلوك القرفه يا بعيد. بيت ايه ده اللي عايز تشرب فيه شاي يا اخويا برشامجي يا بتاع المخدرات؟ وديني لما ينزل اشرف لو اوريك شغلك. لا اشرف لا اشرف لا والنبي. اشرف مين؟ اشرف مين ده زمان واقف عسكري في كمين؟ يا بت اسمعي منه سيبك من الواد الكحيان دوت. هكتب عليكي وبالحلال وهخليكي ست البنات اللي بيها في دماغي. ومفيش كلب هيستجري يبص لك في المنطقه دي هي كلها. ايه يا زلط صوتك عالي ليه؟ جرى يا معلم ما تحس طبيعيك عني ولا انت ما كفاكش اللي عملته في اخويا هتدوروا على حريمه كمان. الله 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 في ايه يا قط؟ الله استنى ضوافرك علينا ليه بس؟ قوي الواد ده مستقصدني في الرايحه والجايه. يا تلمه انت يا تقول لي انا لمه. مستقصد مين يا ام مستقصد؟ ده امك اللي خلاص يا زلط قط. معلش يا نور توكلي انت على الله دلوقتي روحي. هو ايه اللي بتجري على الله روحي يا معلم؟ انت ركبتها عليا ومسبتها تمشي كده. انت الطول يا بقى طول واحده زي دي تركبك. بس اللي زي دي بقى مش محتاجه الكلمتين البردين اللي انت عمال ترميهم في المعاكسه في الرايحه والجايه. لا ده شغل تقيل ياد ما تفهموش انت. اعمل ايه يا معلم البت هتجنني؟ دي عليها جسمي يودي الاسم. معذوره زلط. بس انت بقى الغشوميه بتاعتك دي مش هتوصلك لحاجه. سيب بقى معلمك يتكتك ويظبط ويتصرف. خلاص بقى يا نور معلش. هو انت مش بهدلتيه وخليتي اللي ما يشتري يتفرج عليه؟ طب واخرتها ايه يا ابو؟ هيفضل يلقح جدته عليا في الرايحه وفي الجايه كده؟ تفتكري انت لو ابراهيم كان موجود كان قدر يعمل معانا كده؟ يو يا نوره ما تقلبيش عليا المواجع بقى يا بنتي. انا اللي فيا مكفيني. مواجع؟ مواجع ايه بس؟ ما هي المواجع محوطانه من كل ناحيه. حتى اشرف أشرف اللي قلت هتسند عليه مش لقاها ورا آخر. يعني يا رب هو أنا مكتوب لي أفضل لوحدي كده؟ ده يرضي مين؟ يرضي مين ده؟ يرضي مين قوليلي؟